ونشرع في تفسير سورة البروج، وسورة البروج مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والسماء ذات البروج، البروج يعني الكواكب، وشرحنا البروج في سور سابقة. والسماء ذات البروج يعني الكواكب، واليوم الموعود وهو يوم القيامة، وشاهد، الشاهد هو يوم الجمعة، شاهد سمي الشاهد يوم الجمعة لأن يوم الجمعة يكون يشهد على كل عامل بما يعمل فيه، ومشهود وهو يوم عرفة، مشهود لأن الناس يشهدون فيه مواسم الحج والملائكة كذلك تشهد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود. قتل أي لعن أصحاب الأخدود، الأخدود يعني الشق في الأرض، حفروا حفرة في الأرض فألقوا فيها المؤمنين، فألقوا فيها المؤمنين، ومكانهم الأخدود مكانهم في نجران، مكانهم في نجران، أصحاب الأخدود هم في نجران. ومن يذهب إلى نجران ويذهب إلى هذا المكان أصحاب الأخدود يجد حتى الآن فيه آثار، فيه آثار فحم وآثار كذلك عظام صغيرة كما نشاهده أمامنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود. والقصة معروفة، أن كان ملك له ساحر فبعث إليه غلاما يعلمه السحر، فكان الغلام يمر على راهب فأعجبه كلام الراهب فبدأ يعني تتبع فعلم به الملك فأمره أن يرجع إلى دينه، يعني ترك السحر وترك الكفر فآمن بالراهب، فأمره أن يرجع عن دينه فقال: لا أفعل. فاجتهد الملك في إهلاكه فلم يقدر، فقال الغلام: لست القاتلي حتى تفعل ما أمرك به، اجمع الناس في صعيد واحد واصلبني على جذع وارمني بسهم وقل بسم الله رب الغلام، ففعل فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فخد الأخديد حفر الحفر وأضرم فيها النار، فقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه في النار، ففعلوا. قتل أصحاب الأخدود، قالوا أنهم من نصارى نجران، أنهم من نصارى نجران، وقالوا والله أعلم أن هذه القصة حصلت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب40 سنة، والله أعلم، والله أعلم. قتل، القتل قلنا قتل أصحاب الأخدود، القتل هنا قتل يعني لعن، والقتل في القرآن له معاني. المعنى الأول القتل المعروف، وكأي من نبي قاتل معه ربيون ومن يقتل مؤمنا متعمدا. المعنى الثاني للقتل بمعنى القتال، فإن قاتلوكم فاقتلوهم يعني فقاتلوهم. المعنى الثالث بمعنى اللعن، مثل ما مر: قتل الخراصون، وقتل الإنسان ما أكفره، قتل أصحاب الأخدود. المعنى الرابع القتل بمعنى التعذيب، أخذوا وقتلوا تقتيلا يعني عذبوا تعذيبا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. النار، الأخدود هي النار ذات الوقود، أوقدوا عليها يوما ثم يوما حتى صارت نارا محرقة، إذ هم عليها قعود. الملك وجنوده قعدوا عند هذه الحفرة التي فيها النار، التي فيها النار، فهم قعود، والملك جالس عند الأخدود يعرضون المؤمنين على الكفر، فمن أبى ألقوا في النار، إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين، المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، من تعذيبهم بالإلقاء في النار شهود، يعني حضروا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم، ما نقموا يعني ما أنكروا عليهم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم، العزيز الحميد، يعني ما نقموا، ما أنكروا عليهم إلا أنهم يؤمنون بالله العزيز في ملكه، الحميد يعني المحمود في أفعاله. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة، صبروا على التحريق بالنار ولم يرجعوا عن دينهم، فكذلك المؤمن يجب عليه أن يصبر على الأذى مهما في سبيل دينه، مهما وجد من صعاب. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، يعني أنكروا الكفار أنهم
أن المؤمنين آمنوا بالذي له ملك كل شيء والله على كل شيء يشهد على ما فعله الكفار بالمؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق في الأخدود، والذي يفتن المؤمن والمؤمنة إلى يوم القيامة ثم لم يتوبوا في حياتهم فلهم عذاب جهنم بسبب كفرهم، بسبب فتنتهم للمؤمنين والمؤمنات، ولهم عذاب الحريق، عذاب يحرقهم في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الكافر الذي يفتن المؤمن والمؤمنة أن له عذاب الحريق، ذكر الصنف الآخر، المؤمن الذي يعمل بالصالحات له جنات تجري من تحتها الأنهار، ودخول هذه الجنة هو الفوز العظيم. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك يعني بالكفار لشديد إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه سبحانه وتعالى يبدئ الخلق ويعيده مرة أخرى فلا يعجزه ما يريد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الذي يتوب المذنب إذا أنذنب ثم تاب، هو غفور له. الودود المتودد إلى أوليائه. ذو العرش المجيد. ذو العرش، ذو يعني صاحب العرش المجيد، فالله سبحانه وتعالى له العرش المجيد، يعني هذا من كمال صفات الله سبحانه وتعالى. فعال لما يريد. فعال لما يريد، فلا يعجزه شيء. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك يا محمد حديث الجنود، ثم فسره الله سبحانه وتعالى. فرعون وثمود. جنود فرعون وجنود ثمود، ما عاقبتهم؟ كذبوا بالله سبحانه وتعالى فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. فكذلك الأبد يخاطب كفار مكة. بل الذين كفروا في تكذيب. يخاطب مشركي مكة، بل الذين كفروا في تكذيب، يكذبون بالقرآن ويقول أنه سحر، أنه كهانة، ويكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبون بالذين الله سبحانه وتعالى. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط، لا عاصم لهم من الله سبحانه وتعالى. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم رد الله سبحانه وتعالى على فريتهم لما قالوا بل الذين كفروا في تكذيب يكذبون بالقرآن، قال الله سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد، بل ليس هو كما يقولون، بل هو قرآن مجيد يعني عظيم، في لوح محفوظ، محفوظ من الشياطين، محفوظ من التغيير، هو عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.